عبر خدمة سكايب ينضم إلينا من إسلام أباد مراسل الغد إسماعيل مطر. أهلا بك إسماعيل. هنالك انتقادات من قبل المعارضة لترشيح شهباز شريف واتهامات له بالفساد. ما هي أصداء هذه الاتهامات بالفساد في وقت يتم ترشيحه لخلافة أخيه في رئاسة الوزراء؟ نعم، اليوم عمران خان زعيم المعارضة وزعيم حزب أنصاف الباكستانية قام بدعوة للجماهير المؤيدة له للتوضيح بما أسماه عمليات غسيل الأموال التي قام بها نواز شريف وأسرته، والتي أوصلت الدين العام إلى 35 مليار دولار. هذه التصريحات تأتي في جو من تراشق التهم بين الأحزاب المعارضة وحزب الرابطة الحاكم الذي أقيل رئيس وزرائه نواز شريف، ويعمل حاليا على تنصيب شهباز شريف وهو أخو نواز شريف وحاكم إقليم البنجاب رئيسا لوزارة باكستان بعد 45 يوما من الحكومة المؤقتة. أيضا سعد رفيق وزير المواصلات والسكك الحديدية وهو زعيم في حزب نواز شريف قال أن إقالة نواز شريف لا تعني أي شيء، وأن الجماهير ستحكم على هذا القرار بالبطلان، وأن هناك العديد من المؤيدين لحزب نواز شريف الحزب المحاكم وهو الحزب المسيطر على البرلمان الفيدرالي بأغلبية مطلقة. إذن هي عبارة عن تراشق للتهم بين الحزب الحاكم الذي أقيل مؤخرا رئيس وزرائه نواز شريف وبين المعارضة. الحزب الحاكم أيضا يفعل في الأوساط السياسية على مثل هذه الاتهامات من المعارضة لشهباز شريف، وهل من شأنها أن تؤثر على حظوظه في رئاسة الوزراء؟ الحزب الحاكم هو حتى الآن الحزب المسيطر على البرلمان، وهو الذي سينتخب بعد 45 يوما رئيسا للوزراء. الموضوع أو المسألة هي مسألة عبارة إطالة نواز شريف وأسرته، أي نواز شريف شخصيا وابنه وولديه وابنته. شهباز شريف حتى الآن لا يتهم أو لم يتهم بتهم بقضايا الفساد، ولم ترفع ضده قضايا في هذا الشأن، وهو المرشح الأكثر حظا في حزبه الحاكم حزب الرابطة الذي له شعبية كبيرة جدا في إقليم البنجاب، الذي هو أصلا رئيس وزرائه شهباز شريف أخو نواز شريف. أيضا حزب الرابطة يتهم عمران خان، وبعض المسؤولين قالوا بأنه سوف ترفع قضايا ضد عمران خان لأن اسمه أيضا ذكر في تسريبات بنما. هي عبارة عن الوضع الآن متأزم جدا بين الأحزاب السياسية. عمران خان الآن اليوم قام بعمل بمسيرة كبيرة جدا في وسط العاصمة إسلام أباد، ذكر فيها بعض النقاط، وأيضا ذكر فيها أنه سوف يرشح نفسه للانتخابات القادمة التي ستكون في مطلع عام 2018.